السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي مقطع تحديات جديد. تحديات الأسبوع الرابع من سيزون التاسع، بنشوف شرح لكل التحديات وبعدها قطعة الفورت بايت الخاصة بالأسبوع الرابع، لأن اللي صار واللي فهمته أنهم بدلوا البنر بقطع الفورت بايت، ولو خلصت تحديات الأسبوع هذا راح تطلع لك قطعة فورت بايت، واللي بنشوف مكان آخر المقطع. لا تنسوا زر اللايك، واللي حاب يدعمني يقدر يحط كود المتجر سيو، وخليكم مع التحديات. التحدي الأول اللي معنا كثير سهل وتحدي مباشر. قم بتدميج أو إحداث ضرب مجموع 500 على اللاعبين اللي ضدك باستخدام السنايبر. اللي لازم تسويه أنك تدمج اللاعبين اللي ضدك باستخدام واحد من السنايبرات، واللي هي السنايبر الكاتم، السنايبر الهيفي، السنايبر السيمي أوتو، وأخيرا الهانتنج رايفل. شيل أي سلاح من الأربعة وادخل لأي طور تريده، وأنصحكم أكيد بطور تيم رامبل، ودمج اللاعبين باستخدام هذه الأسلحة. ولو دمجتهم مجموع 500 في جيم واحد أو أكثر من جيم فراح ينحسب لك التحدي. التحدي الثاني بيكون تحدي مراحل، وما في أي شيء صعب للحين، بيكون 3 مراحل بالضبط، يعني بتحتاج 3 أيام ومرحلة في كل جيم. وفي الجيم الأول والمرحلة الأولى قم بالرقص داخل رأس طماطم مصنوع من الأضواء، والمكان على طول بتلاقوه في ميجا مول، بتلاقوا رأس الطماطم العملاق. اللي لازم تسويه إنك تبني له لما يصير جوا الطماطم، وارقص أي رقصة، وكذا نكون خلصنا أول مرحلة. المرحلة الثانية قم برقص داخل رأس برجر عملاق مصنوع من الأضواء، واللي هالمرة بنلاقي في نيو تلتد عند برج المكيفات القديم، وفوق بتلاقي البرجر العملاق. لازم تكون جوا البرجر بالضبط، وارقص أي رقصة، وكذا نكون خلصنا ثاني مرحلة. المرحلة الثالثة والأخيرة قم برقص فوق كرة من الأرز. هالمرة الكرة هذه مو مصنوعة من الأضواء، وبنلاقيها في خريطة لكي لاندنج عند علامتي بالضبط. روح فوق القطعة، يعني ضبط نزولك، وارقص أي رقصة، وكذا نكون خلصنا 3 مراحل والتحدي. التحدي الثالث مرة سهل، يمكن تخلصه وانت ما تحس. قم باخذ 3 لاعبين باستخدام الأسلحة الذهبية، وقلكم ان عادي تكسلهم في جيم واحد وعادي في أكثر من جيم. شيل أي سلاح ذهبي في اللعبة، سكار ذهبي، ديجل ذهبي، سنايبر ذهبي، أي شيء، واقتل فيه 3 لاعبين عادي بنفس السلاح، عادي بأسلحة مختلفة، المهم انه يكون ذهبي وتقتل فيه 3 لاعبين. التحدي الرابع، وأقول لكم أن تحديات الأسبوع هذه مرة سهلة. قم بتكسير 3 من آلات اللوت الطائرة، ولكن في أجيام مختلفة. مثل ما الكل يعرف، اللعبة ضافت أماكن ذهبية في الخريطة، يعني لو دخلت أي جيم اللعبة بتختار خريطة عشوائية، أو ممكن خريطتين أو ممكن 3، وتخليهم أماكن ذهبية، يعني تطير فوقهم آلات أو طيارات صغيرة ترمي لوت. اللي لازم تسويه أنك تكسر وحدة من هذه الآلات، وتسوي هالشيء مرة واحدة في 3 أجيام مختلفة، وكذا تكون خلصت التحدي. روح لأماكن ذهبية، كسر آلة لوت، ادخل جيم ثاني وثالث، وسوي نفس الشيء. التحدي اللي بعده تحدي زيارة أماكن، أدري الكل يكرهها، بس الحلو إن التحدي سهل. التحدي بيكون من 5 مراحل، يعني بتحتاج 5 أجيام ومرحلة في كل جيم عشان تخلص التحدي. وفي المرحلة الأولى في الجيم الأول قم بالنزول في خريطة بولر، لازم تنزل من الباص وعلى طول في خريطة بولر بيك، وبيحسب لك أول مرحلة. المرحلة الثانية قم بالهبوط في مدينة الليزي لاجون الموجودة في المنطقة البركانية من الباص وعلى طول للمدينة. المرحلة الثالثة قم بالنزول في مدينة سوتي الموجودة في نص الخريطة، اللي هي سوتي سبرينجز. والمرحلة الرابعة قم بالهبوط في مدينة ذا بلوك على شمال الخريطة. والمرحلة الخامسة والأخيرة قم بالهبوط في مدينة لونلي لوج. التحدي السادس تحدي قتلات، قم بقتل 3 لاعبين اما في المقابر هانتد هيلز او في مدينة داستي ديفود. اختار لك مكان فاضي ومكان ثاني زحمة. التحدي مرة سهل، انزل دايما لداستي واكيد بتلاقي حد ينزل معك. ولو انك قتلت 3 لاعبين في جيم واحد او في اكثر من جيم، وفي واحد من هالخريطتين دستي او هانتد هيلز، بتكون كذا خلصت التحدي. التحدي السابع والاخير، وبعد ما نشوف مكان قطعة الفورت بايت، قم بزيارة 5 مدن مختلفة في جيم واحد. التحدي مرة سهل، اللي لازم نسوي انك في جيم واحد تروح ل5 مدن مختلفة في اللعبة. المدن هي الاماكن اللي عليها اسماء في الخريطة. بعطيكم مثال، انزلوا لخريطة ذا بلوك، روحوا بعدها للجنك، ومن هناك روحوا لهانتد هيلز، وبعدها حركوا لخريطة بليزنت بارك، وفي الاخير روحوا لتلتل. كذا تكونوا مريتوا على 5 أماكن في جيم واحد، ولو شفت انها صعبة تقدر تروح لطور تيم رامبل او تستخدم النفق الهوائي الموجود في اللعبة. قبل ما نشوف مكان قطعة الفورت بايت، لا تنسى زر لايك على المقطع لان راحت علي نوم وشغل المونتاج في وقت الفطور، واللي حاب يدعمني يقدر يحط كود الايتم شوب سيو. وبالنسبة لمكان الفورت بايت، اللي صار ان اللعبة شالت البانر خلاص، وصارت تحط بداله قطعة الفورت بايت، والفايدة منها ان لو جمعت 90 قطعة فراح تاخذ السكن المخفي للسيزون التاسع، غير انها تفتح لك ستايلات لسكنات الباتل باس. وعشان تطلع لك القطعة فلازم تكون مخلص تحديات الأسبوع الرابع، والقطعة هذه بنلاقيها في خريطة بارادايس عند أول محلات،
في آلة ATM لازم تكسرها، والمفروض تلاقي قطعة الفورت بايت هنا. وشكرا اللي شاف المقطع كامل، لو حاب تشوف مقاطع تحديات ونصائح وفعاليات لا تنسى تشترك وتفعل الجرس. أشوفكم المقاطع الجاية ومع السلامة.